معلم فاضل يا سيد المعلمين. انا معلم ضاحي بجد. انت ضاحي؟ ايوه ضاحي اللي جالك من طرف ياسين. ولا يوسف؟ واحد من الناس استاذ مكرم ولا استاذ مكرم؟ ضاحي يا معلم والله العظيم ضاحي. امال مين يوسف ده؟ انت مباحث ياض؟ مباحث ايه بس يا معلم؟ دي بطاقه مضروبه كنت بعمل بيها مصلحه. طب كلم ياسين اساله. كلم ياسين. هكلمه بس الكلام لو ما عجبنيش. والله العظيم هيعجبك. اتفضل يا معلم. طب حضرتك يعني انا مشغول. مين اللي بعتك؟ مش بعت فين يا مكرم؟ ما تخلينيش ازعل. مين اللي بعتك؟ طب معلش جرب مره كمان هتلاقيه في الحمام ولا حاجه. تخرب بيتك يا ياسين. تخرب بيتك رد. طب معلش خمس دقايق كده وارجع اكلمك. هي حكايه ولا ايه؟ على اقول حتى ما تشوف. على ايه انا ضاحي يا معلم والله العظيم ضاحي. يا معلم كلمه تاني. طيب يا معلم ما قلت لك ما حدش بعتني. امال بتراقب مستر طارق ليه يا استاذ سمير؟ يا سيدي والله ما براقبه. انا كنت عايزه في خدمه. خدمه ايه بقى ان شاء الله؟ الحاج عندي ربنا يؤمن بالسلامة يا رب هتعمل عملية مستعجلة وأنا جاي هنا عشان أقابل الدكتور الأجنبي بتاعها. شفت طارق باشا وأنا عارف إن هو مساهم في مستشفى الجندي. قلت أكلمه عشان يساعدني. لما شفته توترت أتكلم معاه. بس خلاص أدي المشكلة كلها. لا يا راجل علشان كده خدت أوضة بألف جنيه في الليلة مش كده؟ يا سيدي ما قلت لك ما تخلينيش أزعل. يا سيدي أنا من عيلة كبيرة اسمها عيلة الغمري في المنوفية أكيد سمعت عنها. عادي يعني كنت عايزه يستعجلها لي وقت مش فلوس. الشنطة دي فيها ايه؟ اللي فيها ايه؟ شنطة زي اي شنطة هيكون فيها ايه يعني؟ فيها محشي فيها فيل فيها اللي فيها. انت مالك انت؟ الله فيها يا جدع انت؟ ايدك يا استاذ سمير. اتفضل يا سيدي ادي الشنطة اشبع بيها. طلع لي كده شوية. صدقت بقى انا مش هضغط على فكرة. بس انا هشتكي لوزير السياحة بلدياتي على فكرة وحنزل حال على اسمع منكم احضر. انا هوديكم 60 ده والمستشفى والقتل مش هحطيبهم والله الغني اللي اخرى امي قادر يخلع علاجها. انا بعتذر لك بالنيابة عن الاوتيل يا استاذ سمير. بعد ايه؟ بعد البهدلة والمدة دي كلها؟ استاذ سمير بكرر لك اعتذاري المرة التانية. انت عارف البلد والظروف اللي بتمر بيها. بلا ظروف بلا قرف بقى يلا اتفضل اطلع بره. اتفضل امشي من قدامي يلا. حاضر. استاذ سمير البطاقة
يامه يامه شكله طالع ملوش في حاجة يا طارق بيه. بس شكله كان مرتبك قوي. طبيعي اي حد ما كان لازم يرتبك. شغلش بالك ان زي سميش ده عدى عليها كتير قوي. اكرم انا مش عايز مشاكل. واحد زي سمير ده ما يسواش ممكن يعمل لي فضيحه ويقول اني كنت حابسه في اوضه وبعذبه، وانا بصراحه مش ناقص تلاكيك. يا طارق بيه انا كنت كسرت اوضه؟ لا، وبعدين هديتها ايه؟ بوكيه ورد وكارت توصيه للمستشفى. خلصنا. انت مسافر امتى يا باشا؟ مش لما نشوف الراجل بتاعك ده الاول؟ كلمته وجاي في الطريق، ما تقلقش وهكلمه لك تاني. يعني ما منوش قلق يا ياسين؟ خلاص يا ياسين انا هظبطه. نزلوه يا بهايم. شفت معلم؟ شفت؟ ما تاخذنيش يا استاذ ضاحي، ما انت عارف بقى اللبش بتاع اليومين دول. لا لا مؤاخذتك معاك يا معلم. وطلع يا عم مش قلق، نزله. ادي مسدسك وادي محفظتك وادي يوسف وادي ضاحي. تمام يا معلم، شكرا. طيب فين بقى الحاجات اللي انا اصلا كنت جاي عشانها؟ الحاجات اللي انت اصلا جاي علشانها تحتيك. ما تقلقش كل حاجه موجوده. ادي يا سيدي. لا اللي انت عايزه، وما تقلقش السعر ما يهمكش. ايه ده كله يا معلم؟ انا مش عايز ولا حاجه من دول. انا كنت جاي اجيب من عندك طلب. طلب موجود. انت لو عايز مدافع هاون برضه عندي. وادي الطلب. تمام. هتحاسبني على الواحده بكام؟ شفت حته القماش دي يا خميس؟ بعتها لي الحاج ابو ليلى النهارده الصبحيه. قلت لك كله بالسياسه يا خميس. قضيها للبنت سعاد تعمل منها كام جلابيه كده. بس انا مش مطمن من حوار الجدع اللي اسمه سليم دير بلدها كبير. مش مطمن. الله ومن سامعك خميس، بس بيني وبينك هو راجل محامي عار وتقيل قوي. خرجك من اجعصها قضيه. وبعدين بعرفه كتير وواصل، يعني ظهر وسند وقت اللزوم. بس الغدره كبيره، يعني ايه بتخر غدر؟ شكله كده ملوش امان، انت فاهمني؟ هو هيغدر بينا ليه بس؟ ما احنا مصالحنا واحده. لو اختلفنا في المصالح نبقى نقلق. بص يا كبير، انا مش هقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، بس انا اقول لك كلمتين مالهمش تالت. خلي بالك يا كبير. انت هتوترني دي؟ تحب انش رصاصتين عشان ترتاح؟ شو وقت بقى كبير؟ سيبك من الموضوع ده، خلينا في الجد. لقيت لك عروسه. ايه؟ لقيت لك عروسه. ودي لقيتها في انت بقى كبير؟ الحاجه ابو ليلى. قول كده بقى، انت كنت رايح عند الحاجه ابو ليلى علشان الانتخابات ولا بلا مؤاخذه تشوف العروسه؟ هو كله سياسه يا خميس، كله سياسه يا حمار. بص يا خميس، انا كبرت نفسي افرح بيك بقى واشوف ولادك قبل ما اموت يا خميس. بعد الشر عليك يا كبير. بص يا كبير، انت عارف ان انا خلق ايديا يا كبير، مش بتاع مسايس انا. عارف، بس عاوز اقول لك على حاجه. لو ما خلصتش في الليله دي واتجوزتها انا هخش فيها واتجوزها. مش تعرف يا برنس ليه؟ علشان انت مقفل المجموعه. ساعتها هطلق امك. يا ابن يا برنس. انت رحت لسليم دير بلد تعمل ايه؟ كنت عايز اسجله على الموبايل. حضرتك بقى معاكي اذن النيابه؟ انت عارفه حضرتك لو كان سليم ديربال اعترف لك بالجريمه وانت سجلتي له الاعتراف ده برضه ما كانش هيتاخد بيه كدليل. انت عارفه حضرتك انا شغال على القضيه دي بقالي قد ايه؟ وعارفه ان مروحك لسليم ديربال بوظ لي كل حاجه؟ لا مش عارفه. كل اللي انا عارفاه ان انا جوزي اتقتل وبنتي اتيتمت وحياتي باظت بسبب ابن الكلب ده وحضرتك. طبعا عارف حضرتك لو كنت عينتي له حراسه لمده اسبوعين بس قبل المحكمه
ما كانش زماني عايشه في القرف اللي انا عايشه فيه ده. يعني يقتل جوزي ويسرق شقتي ويهددنا، وبدل ما تمسكوه هو وتعدموه جايين تلوموني انا. مش عارفين تتشطروا على الحمار، بتتشطروا عليا انا، مش كده؟ مدام انجي الامور مش بالبساطه دي. وبعدين اللي كان بيراقب حضرتك مش تبع سمير بقى. امال تبع مين؟ انت بقى قال. انت؟ ايوه. وليه حضرتك ما قلتليش؟ ما كنتش اتسرعت. عشان مش كل حاجه لازم تتقال. حضرتك ما قلتليش عشان اتصرف بطبيعتي. عشان تمسكوه حضرتك تاخد الترقيه، مش كده؟ لو كان جرالي حاجه انا وبنتي كنتوا هتنقذونا ولا كنتوا هتسيبونا نموت زي ما سبت وليد؟ يعني هيك فاكر ان انا بعمل كل ده عشان الترقيه؟ انا لو كان هم الترقيه كنت سبت القضيه مقفوله زي ما هي وما قربتلهاش. انا كل اللي انا عايزه دلوقتي ان انا اجيب لك حقك وحق بنتك والبس سليم درباله البدله الحمراء. وانا كل اللي انا عايزاه ان انا وبنتي نعيش في امان. حضرتك سافرتي الساحل ليه؟ قلت لحضرتك كنت بنضف الشاليه. ايوه عارف، بس اقصد يعني هو ده وقته. عاوزه ابيعه، ومن يوم ما وليد مات مش قادره ادخله. وبعدين انا بفكر اخد بنتي ونهاجر، نسيب البلد، مش قادره اعيش هنا. ده يضايقكوا في حاجه؟ لا خالص، ما ضايقناش في حاجه. هو في حد غير حضرتك كان عارف انك مسافره؟ حد زي مين يعني؟ حضرتك عاوز توصل لايه؟ يعني مش شايفاها صدفه غريبه شويه ان شقتك تتسرق وانت هناك في الساحل؟ مش يمكن يكون في حد مراقب تحركاتك؟ بص انا مش عايزك تقلقي، وكل حاجه هتبان قريب. بص عايزك، انا همشي دلوقتي، ولو في اي حاجه ارجوك ما تتردديش انك تكلميني. يا ريت حضرتك تتاسف للراجل بتاعك. حاضر، بس على منه ده شغله. خلص المصلحة دي في السريع وتاني راجع. تمشيش؟ حاضر يا كبير، استناك هنا في البركة. ده خميس، تصدق انك بتوحشني يا حبيبي كبير. حكاية امك دي دخلت عليهم؟ دخلت يا كبير، متقلقش، انا كنت مأمن نفسي. اوعى يكون كمين معمول لك. لا كمين ايه يا كبير؟ دول بعتلي بكيل ورد وكمان كارت توصية. كارت توصية بتاع ايه؟ بتاع مستشفى الجندي. انت بتجود كمان؟ بقول لك ايه؟ انت تسيب الاوتيل دلوقتي حالا وتروح على بيتك وتاكد ان مفيش اي حد اطرك. سامعني يا حيوان؟ كبير تسمح لي بس دقيقة واحدة بالظبط وحكي كلامك يا كبير، عن إذنه عليك. الله، المعلم سعيد، منور يا معلم. بتعمل ايه هنا؟ زيلي هنا يا معلم. ده من امتى بقى ان شاء الله؟ دراسة المعلمين فيه. مشبهش يعني ولا مشبهش؟ الصراحة ما تشبهش. ايه؟ مش عاجبك ولا ايه؟ لا يا لا. تيجي معايا احسن. لا معلش يا معلم، فرصة ثانية إن شاء الله، الله يبارك لك. برنس كل ده؟ ده
ازيك يا اكرم بيه؟ حبيبي مؤاخذه، الشوارع كانت لابه شان وزحمه شويه. تعال اتفضل طارق باشا، مستنيك جوه. طارق باشا عيش يا باشا، تصدق باللي خلقك وخلقنا يا باشا. الواد خميس ابني اول ما عرف اني طالع لسيادتك انا كبرت في دماغه وشبط وراسه والف سيف يطلع معايا. اشمعنى؟ اهبل ولا مؤاخذه يا باشا، مخه مصور له يعني انه هيطلع عند سعادتك هنا حيلتي الاستاذه هيفاء وهبي والاستاذه نانسي عجرم قاعدين تتغدوا يعني. هو فعلا كانوا عندي هنا من شويه وبيتغدوا. جد صحيح يا باشا. يا معلم يا معلم بهزر معاك. هزر هزر يا باشا حقك. هاي باشا باشا تمام. عمره ما هينسى انه كان شغال في الداخليه. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم يا باشا. اتفضل. بعدك يا باشا. استريح يا برنس. يريح قلبك يا اخويا. الو يا كبير، عارف مين دلوقتي عن طارق دلغام؟ البرنس. برنس مين؟ البرنس بتاعنا؟ ايوه البرنس بتاعنا يا كبير، هو في غيره؟ انت متاكد يا ياسين؟ متاكد معاليك زي انا متاكد انا بكلم معاليك دلوقتي. وايه اللي لم الشامع على البرنس؟ ما اعرفهاش دي بقى يا كبير. طب خليك انت عندك دلوقتي وعلى خمسه كده امشي، اي حاجة تحصل تبلغني بيها على طول. مش هوصيك يا ياسين، خلي بالك كويس. حاضر حاضر يا كبير، متقلقش، مع السلامة. معاليك لا دي حلوت قوي. خير يا ريس؟ الدنيا اتقلبت 180 درجة. امسك طلع نمرة البرنس وطلبولي. لا لا خلاص خلاص بلاش، هات. معالي الباشا. ايوه سليم، كل حاجة ماشية تمام. عيب يا باشا لما تسأل سليم دربالة سؤال زي ده. طيب لو حصل حاجة فكلمني. سلام. هتعمل ايه يا ريس؟ تصدق تيفا الموقف مش وحش قوي كده. والله يا ريس انا ما فاهم عليك بتتكلم عن ايه اساسا. شوام روح انت دلوقتي ولما عوزك هبعتلك.
فين؟ يعني مشوار كده، قدامي ساعة تقريبا اكون عندك. طيب تعالي بسرعة بقى ما تأخريش، انا هفسحك النهاردة فسحة جديدة خالص. هتوديني فين؟ لا مش هينفع اقولك، خليها مفاجأة. نهال. ايوة علي. انا بحبك قوي. وانا كمان بحب. دي غير المرة اللي فاتت يا معلم. مش هتفرق كتير يا باشا، وهي في الآخر كلها أرواح وبتطلع للي خلقها. لا مؤاخذة يا باشا، يعني سيادتك كلام مني. بقول لك يا طارق بيه، معلم سعيد ده الراجل بتاعنا، جربناه قبل كده وتعامل معايا كتير من زمان، رجولة ومريحة. تعيش يا أكرم بيه. مش هي دي المشكلة يا أكرم. أمال إيه يا باشا؟ المشكلة لو الموضوع باص، أنا اللي هتحط في الصورة. استغفر الله العظيم يا باشا من كل ذنب عظيم، وإيه اللي هيبوظه بس؟ وإيه اللي هيحط سيادتك في الصورة؟ ما هو أي حاجة ممكن تحصل يا معلم، وأنا حياتي مش ماشية بالبركة. قلت لي سيادتك مسافر إمتى؟ أنا كنت مستني عشان أتفق معاك وبعد كده أحدد ميعاد سفري. عايزيننا اتفقنا يا باشا، سيادتك تسافر بالسلامة ترجع بالسلامة، ولما ترجع يبقى فوت عليه في القرافة قرروا الفتح. ولا يا أكرم بيه؟ سافر طارق بيه وما تقلقش، وعلى قولة المعلم وانت راجع نبقى نقرا له الفتح. نقرا له الفتح. انتوا شايفين كده؟ ألو؟ أيوة يا شيمة. أخبار هيثم إيه دلوقتي؟ الحمد لله أحسن شوية، نايم بقاله شوية كده. خير إن شاء الله. بصراحة كده كنت عاوز أقولك حاجة بس مش عارفة ده وقت ولا لأ. إيه؟ حصل حاجة في الصالون؟ لا لا كل حاجة كويسة، بس عرفت إن مستر طارق في الأوتيل. مستر طارق دورغام في مصر؟ أنا مش شفتوش بس سمعت إنه مسافر بكرة. بس انا مش هقدر اسيب هيثم. لا لا خليكي جنبه، بس انا قلت اقول لك عشان الموضوع بتاع الدكتوره نهال، يمكن لو كلمتي مستر طارق يمشي الدنيا. انا هقفل دلوقتي عشان مستعجله. باي باي. طيب ماشي، اشوفك بكره يا شيم، مع السلامه. يا ام محمد، ام محمد، ام محمد، يا ام محمد، نعم يا مدام سعاد. بقول لك ايه يا ام محمد، مأمورين، انا رايحه مشوار كده 4-5 ساعات مش هتاخر. خلي بالك من هيثم والنبي. عينيا الاثنين. بصي انا مديها دواء هيفضل نايم مش هيصحى قبل 3 ساعات. حاضر. اول ما يصحى تديه حبايه من دي. عينيا. ماشي. حاضر. وهتديه معلقه من ده كمان. حاضر. بس ترجيه الاول كويس. حاضر. وكل شويه تجسي قرطه. حاضر. لو لقيتيه سخن تتصلي بيا على طول. حاضر. ام محمد ما تخافيش يا مدام سعاد، هيثم في عينيا الاثنين. ماشي. بقولك يا ام محمد، قولي. انا غيرت رايي وقاعده معاه، روحي انت. حاضر. مش عايزه حاجه اعملها لك؟ طيب ربنا يطمنا عليه يا رب.
بالمغزى يا باشا، مدام نهال دي مش ممكن تساعدنا. لا 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 انساها خالص، اهي دي بقى اللي ممكن توقف لنا المراكب السايرة. مغزى يا باشا تلفون. خد المدام. الو. لا مؤاخذة يا معلم، اصل طلع لي مشوار كده واحتمال اتاخر. يعني ايه تاخري؟ مشوار ايه اللي طلع لك فجأة ده؟ مدام ليلى علوي كلمت السنتر وطالبه حد يعمل لها مساج في البيت. هو مفيش غيرك يعني؟ ما تبعت لها اي حد؟ لا دي طالباني انا بالاسم طبعا. اه ترجعي لي بقى بعد نص الليل. هو انت مش ابنك عيان ولا ايه؟ لا بقى احسن شويه الحمد لله. بقول لك ايه يا معلم، لحظه واحده خليك معايا بس ارد على مدام ليلى، بتتصل على الخط التاني. ثانيه واحده. مغزى باشا هولد هولد. ايوه مستر طارق، انا سعاد بتاعه المساج، حضرتك لحقت تنساني ولا ايه؟ لا 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 ده كلام، انا اصلا كنت بشتكي من ظهري من شويه. والله لا، ده انا هاجي اعمل لك مساج حالا وهتبقى كويس قوي ان شاء الله، مسافه السكه. طب يلا مستنيكي. ماشي مع السلامه. ايوه يا معلم. بص بقى، انا عاوز اقول لك على حاجه مهمه قوي. انا لو عن نسوان ده ما باكلش معايا، ما احبوش. خلاص يا معلم معلش، النوبادي بس ومش هتتكرر. نوبادي وخلاص، مش هتتكرر تاني خالص. ومين اللي هيوديكي؟ ابعت لك الواد خميس؟ لا لا ملوش لزوم، مدام ليلى بعتت لي السواق بتاعها وزمانه جاي دلوقتي في السكه. ماشي صباح رباح، بكره الصبح لينا كلام تاني. مع السلامه. مؤاخذه طارق باشا، تعرف النسوان ورغيهم يعني. ها كنا بنقول ايه؟ مدام نهال. كويس انك فكرتني اكلمها، ما تردش عليا من امبارح. ايه كنت فين كل ده؟ بدور على الموبايل، انت ما شفتوش؟ لا انا ما شفتوش. غريبة قوي، ده كان معايا من شوية فجأة ما لقيتهوش. معلش لما نرجع ندور عليه سوا. طيب مش ناوي تقولي بقى هتوديني فين؟ لا مش هقولك. يعني مش شايفاها صدفة غريبة شوية ان شقتك تتسرق وانت هناك في الساحل؟ مش يمكن يكون في حد مراقب تحركاتك؟ انزل وسط البلد شارع عدلي عمارات السياح، هتلاقي ممر طويل هيقابلك محل عادل للبدل الجاهزة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ ضحي؟ أيوة باشا. ألف مبروك يا أستاذ ضحي. الله يبارك فيك. والله ما رضيت أفرغ لما تيجي. ربنا يخليك يا باشا. تلاقي البدلة متعلقة عندك جوه. آخر الشارع في مخزن قديم، هتلاقي عربية كبيرة مستنياك. تفضل عريس.
ايه يا علي، احنا هنروح اسكندريه دلوقتي ولا ايه؟ خمس انارب. خمسه ايه؟ مليون. كتير يا برنس، في ايه؟ ده المره اللي فاتت كانت مليون واحد بس. مش كتير ولا حاجه يا اكرم باشا، وبعدين ما تنساش يعني باشا الكبير بذات نفسه لسه قايل النوبه دي غير النوبه اللي فاتت. صح يا باشا؟ ما بتسألش، قلت اعمل بأصلي واسأل انا. ها هتركب ولا روح ادور على عريس تاني؟ وحشتني، اتأخرت ليه كده؟ كان عندي حوارات كده بخلصها خلصتها وجيت على طول. ايه النظام؟ ومستعجل على ايه؟ كلها نصها وتعرف كل حاجة. بس انت المرة دي مزة عن اخر مرة. المرة اللي فاتت الوقت سرقنا، النهاردة مش هسيبك. المرة دي شرعي، متجوزين بقى. علي رد عليا، كلمني، احنا رايحين فين؟ شوية هتعرف. معايا الطبانجة، لو دخلنا من الباب الجهاز هيصفر. ما تقلقش، مش عادي ان الباب ده الفستان هيبوظ. حضرتك دي تعليمات. وانا مش هبوظ الفستان علشان التعليمات. فين المدير؟ طب احنا اسفين جدا يا فندم، الف مبروك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحجز باسم مين؟ الحجز باسم ضحي عبد الله الناوي وسحر عبد المتعال. استأذنك في القسيمة لو سمحت. يا فندم. استأذنك في القسيمة. القسيمة؟
شوف يا باشا، النبادي وزير سابق، دكتور مشهور وعنده مستشفى كبيره، يعني حكايه محتاجه تخطيط وتكتيك غير النوبه اللي فاتت كانت اسهل بكتير. استاذ وليد ده الله يرحمه بقى كان قاعد في الساحل لوحده في الضل اونلي، عشان كده ما غلبناش معاه. شايف ايه يا اكرم؟ انا شايف 3 مليون كويسين. ايه حلوين؟ ماشي، بعد بكره يكونوا عندك وكاش. نقرا الفاتحه. احنا قلنا بقى يا معلم هنقرا الفاتحه على قرافه لما طارق باشا يجي بالسلامه ان شاء الله. اه صح، وفات على قرافه. الحمد لله على السلامة يا باشا. الله يسلمك. طب يلا برنس، سيب الباشا يرتاح شوية.